اللي خدناها قبل كده اللي هي خاصة بالجاز باور سايكل. أفكركم مرة تانية إيه هي الجاز باور سايكل. الجاز باور سايكلز هي الدوائر اللي مسؤولة عن تحويل الحرارة إلى شغل. قبل كده قلنا الكورس بتاعنا بنقسمه إلى جزئين أساسيين. الجزء الأولاني اللي هو مسؤول عن تحويل الحرارة لشغل، وقلنا تحويل الحرارة لشغل ليه شروط على حسب قانون السكند لو اوف ثيرموداينامكس. ما قال عشان نحول الحرارة لشغل لازم فيه 4 شروط يكونوا متوفرين. الشرط الأولاني إن احنا هناخد حرارة من مصدر له درجة حرارة عالية. الشرط الثاني إن احنا نحول جزء منها لشغل. الشرط الثالث أو المواصفة الثالثة اللي هي نطرة حرارة عند لو تمبرتشر سينك، نطرة حرارة في مصب حراري درجة حرارته منخفضة. وآخر شرط إن نشتغل في سايكل. دول 4 شروط كانوا مطلوبين علشان نقدر إن احنا نحول الحرارة لشغل. فاحنا الكورس بتاعنا بيتناول مجموعة من السايكلز كلها مسؤولة عن تحويل الحرارة لشغل. والمحاضرة اللي فاتت كنا بنتكلم على الأوتو سايكل اللي هي تطبيق ليها محركات الاشتعال، محركات الاحتراق الداخلي أو محركات السيارات اللي هي تعمل بالبنزين. لقينا في المحركات الاحتراق بالبنزين إنها بنسحب خليط من الهواء والبنزين اللي بيتم اشتعاله عن طريق شمعة الاشتعال اللي هي بنسميها السبارك بلاج. والسايكل اللي فاتت اللي هي اوتو سايكل دي اللي هي بتمثل محركات الاحتراق بالبنزين. النهاردة عندنا نوع تاني من السايكل اللي هي هنسميه ديزل سايكل. والديزل سايكل ديت هي السايكل ايديال سايكل فور الديزل سايكل ذا ايديال سايكل فور كومبريشن اجنيشن انجنز. طيب تعال نشوف ايه موضوع الكومبريشن اجنيشن انجن. احنا بنقارن دلوقتي ما بين الجازولين انجن اللي هو محرك البنزين والديزل انجن اللي هو محرك الديزل اللي احنا هنشوفه دلوقتي مع بعض. لو تفتكروا ما كنا بنتكلم على الجازولين انجن اللي هو السايكل بتاعته اوتو سايكل، كنا بنسحب خليط من الهواء والوقود ونضغطه. لما ينضغط درجة حرارته تزيد، لما يوصل المكبس لنهاية مشواره كان شمعة الاشتعال بتجيب شرارة سبارك. الشرارة دي بتعمل على اشتعال البنزين في لحظة، وبالتالي الضغط بيزيد وبيأثر على المكبس اللي بيعمل تمدد في المكبس. النهارده بنتكلم على الايديال سايكل فور كومبريشن اجنيشن محرك الديزل. محرك الديزل مش هيحصل كده، لا احنا هنسحب هواء بس ونضغط الهواء في الاسطوانه. يبقى عندنا اير بس اللي موجود في الاسطوانه اللي هينضغط، ولما المكبس يوصل لنهايه مشواره هنعمل حقن للوقود. الحقن الوقود لما يتحقن في الاسطوانة مع درجة الحرارة عالية هيحصل فيه اشتعال ذاتي للديزل داخل المحرك او الفيول داخل المحرك. تعال نشوف كده بعض العوامل كده هوت. بنقول the diesel cycle is the ideal cycle for compression ignition reciprocating engines. الديزل سايكل ديت هي السايكل المثالية للكمبريشن اجنيشن انجنز. كومبريشن اجنيشنز معناها الاشتعال عن طريق زيادة الضغط. زيادة الضغط بتعمل على ارتفاع درجة الحرارة. ارتفاع درجة الحرارة لغاية ما درجة الحرارة تعدي درجة الحرارة اللي هي بنسميها سيلف اجنيشن تمبرشر، درجة حرارة الاشتعال الذاتي. فمع حقن الوقود بيحصل فيه اشتعال ذاتي للوقود. زي كومبريشن اجنيشن انجن فيرست بروبوزد باي رودولف ديزل. يعني شويه هيستوري او هيستوري عن المحرك اللي بيشتغل او بيحصل فيه الاشتعال عن طريق الضغط. ده اول مره عمله واحد اسمه رودولف ديزل سنه 1890. ايه اللي بيحصل فيه؟ انا بقرا لكم السلايدز برضه بحيث ان يعني تبقوا انتم فاهمين الكلام اللي مكتوب. The air is compressed. الهواء بينضغط to a temperature لغايه درجه حراره that is above the auto ignition temperature of the fuel. يعني بنضغط الهواء داخل الاسطوانه لغايه ما يوصل لدرجه حراره
اعلى من درجة حرارة الاوتو اجنيشن، الاشتعال الذاتي بتاع الوقود. طيب وايه اللي هيحصل بقى؟ combustion starts، خلي بالنا من دي بقى، combustion starts as the fuel is injected into the hot air. هيبتدي الاحتراق بمجرد ما نحقن الوقود داخل الهواء. يبقى في محرك الديزل عندنا فيول انجكتور هو اللي هيبقى مسؤول عن حقن الوقود، مش هيكون فيه سبارك بلاج لان الاشتعال هيبقى عن طريق الزياده في درجه الحراره، فعندنا فيول انجكتور والحريق هيبتدي مع حقن الوقود. ذا سبارك بلاج، السبارك بلاج اللي هو شمعه الاشتعال، اند ذا كاربريتور، الكاربريتور هو الجزء اللي بيحصل فيه خلط للهواء مع البنزين في محركات البنزين او محركات الاشتعال بالشراره. The spark plug and the carburetor are replaced by a fuel injector in diesel engine. هيستبدلوا السبارك بلاج، هنا باين اهوت السبارك بلاج والكاربريتور، هيستبدلهم بالفيول انجكتور في محركات الديزل اللي بتعمل بالديزل. ماشي. طيب نكمل تاني برضو. الديزل ان ديزل انجنز اير از كومبريست ديورينج ذا كومبريشن ستروك. احنا عرفنا من الاربع اجراءات بتوع السايكل، اول اجراء هو عباره عن كومبريشن، فهنا اللي هنضغطه بس هو عباره عن هواء. ففي الديزل انجن اونلي اير از كومبريست ديورينج ذا كومبريشن ستروك eliminating the possibility of auto ignition. طبعا بنضغط هواء بس، معناها مش هيحصل فيه اشتعال للوقود لان هو الهواء بس هو اللي بينضغط. Diesel engines are designed to operate at higher compression. دي مهمه جدا بقى. انا هعلم عليها كده بالهايلايتنج كده اهو، اعمل لها هايلايتنج. الريدج ده حضراتكم تبقوا انتوا عارفينه، بنقول الديزل انجن بيشتغل عند higher compression ratio. حد فاكر ايه الكومبريشن ريشيو؟ النسبه بين الحجم الكبير على الحجم الصغير، الماكسيمم فوليوم على المينيمم فوليوم، دي اللي بنسميها الكومبريشن ريشيو. فهنا بنشتغل على كومبريشن ريشيو 12 ل 24. ارجعوا بقى كده وشوفوا الكومبريشن ريشيو بتاعه الجازولين انجن اللي هو تطبيق له السايكل اللي هي اوتو سايكل، وشوف الكومبريشن ريشيو هناك كام، هناك كانت اصغر من هنا. طبعا مميزات بقى الديزل او الديزل انجنز. Fuel that are less refined can be used in diesel engines. Less refined معناها ايه؟ اقل في برج التقطير. Less refined معناها موجودة عند مستوى اقل في برج التقطير، او معناها التقطير بتاعها اقل، يعني ما هيش متطايرة قوي زي الايه؟ زي البنزين. زي الايه؟ زي البنزين. فاحنا نستعمل هنا فيول اللي هو اقل تطاير او ليس ريفايند من الايه؟ المحرك البنزين. طيب the combustion process in these engines take place over a longer interval، ودي مهمه جدا لازم نعلم عليها. يعني الكومباستشن بروسيس بيحصل خلال فتره طويله. ليه بقى بيحصل في خلال فتره طويله؟ ليه بيحصل خلال لونج انترفال؟ لان احنا بنحقن الوقود خلال فترة طويلة. دي مهمة قوي. يعني انت سعادتك ساعة ما بنحقن الوقود في الانجكتور، ايه اللي بيحصل؟ مجرد ما تحقن وقود بيشتعل، بس انت مش هتحقن وقود في ثانية او اتنين، لا ده انت الوقود بيتحقن والمكبس بيكون نازل لتحت، فبيحصل فيه حريق على لونج انتيريفر. الأربع إجراءات التانيين هيبقوا واحد. The remaining three processes are the same for both ideal cycle. Both ideal cycle اللي هو الأوتو سايكل اللي هي تطبيق للسبارك إجنيشن إنجنز، والديزل أو الديزل سايكل اللي هي تطبيق للديزل إنجن. أنا عايز أقف شوية على الحتة اللي عاملين عليها هايلايتنج. The combustion process in these engines اللي هي محركات الديزل، in these engines اللي هي محركات الديزل take place over a longer interval. الاحتراق بيحصل على فترة. خلي بالك بقى، لما كنا بنتكلم على محركات البنزين عندنا خليط بين الهواء والبنزين، مجرد ما بيلاقي الشرارة كل الخليط كله بيشتعل في لحظة. فكنا بنمثل ده بإجراء إضافة حرارة. إجراء إضافة حرارة إزاي؟
إضافة حرارة والحجم ثابت، لأن كل البنزين اشتعل عند نفس اللحظة. مجرد ما بقى فيه شرارة كل البنزين اشتعل عند نفس اللحظة. فكان الإجراء عندنا بتاع إضافة الحرارة مثلناه بإجراء إضافة حرارة عند ثبوت الحجم، والمكبس موجود عند الطب ديت سنتر. طيب في محركات الديزل بقى ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان احنا المكبس لما يطلع لغايه الطب ديت سنتر، لغايه نهايه مشواره فوق خالص، يبتدي يحقن وقود. لما يحقن وقود، الوقود يشتعل. الوقود ده، حقن الوقود هياخد فتره. الفتره دي هيكون مكبس فيها بيتحرك لتحت، فالمكبس بيتحرك لتحت وفي نفس الوقت بيحقن وقود. فبنمثل هذا الاجراء بان هو اضافه حراره عند ثبوت الضغط. اضافه حراره عند ثبوت الضغط. فدول الفرق الاساسي ما بين محركات او السايكل. الفرق الاساسي ما بين السايكل بتاع الديزل سايكل واوتو سايكل. اوتو سايكل محركات البنزين، الاشتعال في لحظه، اضافه الحراره عند ثبوت الحجم. محركات الديزل، اضافه البنزين او حريق البنزين، حريق الديزل بيتم على فتره، وبالتالي اضافه الحراره عند ثبوت الضغط. الثلاث اجراءات التانيين زي ما هو. The remaining three processes are the same for both ideal cycles. طيب من الكلام اللي احنا قلناه، تعال نرسم كده. هو بقى ال PV diagram ونرسم ال TS diagram. طبعا ال V اللي هو ال volume وال pressure، ال P اللي هو ال pressure. النقطة 1 و4، ده المكبس موجود تحت اللي هو بنسميه ال bottom dead center. فده أكبر حجم موجود. المكبس لما بيتحرك لفوق الحجم بيقل لغاية ما بيوصل عند التوب ديد سنتر. فالنقطة 2 بتمثل المكبس وهو موجود عند التوب ديد سنتر. الإجراء الأولاني من 1 ل2 يحصل فيه انضغاط، الحجم يقل والضغط يزيد. المكبس بيتحرك لفوق فالحجم بيقل والضغط بيزيد. فالإجراء من 1 ل2 ده كومبريشن، وزي ما عرفناه المرة المحاضرة اللي فاتت، من 1 ل2 ده اجراء ايزنتروبيك كومبريشن. كويس، لما وصلنا ل2 ايه اللي حصل؟ بقى عندنا هواء مضغوط. الهواء مضغوط عند درجه حراره عاليه. طيب هنحقن وقود. مجرد ما نحقن وقود يبتدي يشتعل. كل ما نحقن وقود بنحقنه على فتره، فبنحقن وقود، الوقود بيشتعل. كويس، والمكبس في نفس الوقت بيتحرك لتحت. فمن 2 ل3 المكبس بيتحرك. كان موجود عند التوب ديد سنتر عند نقطه 2. من 2 لغايه 3 المكبس بيتحرك لاسفل. فالضغط ثابت، فمن 2 ل3 الضغط ثابت. وفي حليق بيحصل، فبنمثله بالسايكل باضافه حراره عند ثبوت الضغط. هنا توقف اضافه الحراره، قفلنا المحبس او الفالف بتاع الوقود. يبقى من 3 ل4 هيكمل تمدد، وهذا التمدد عبارة عن ايزنتروبيك كومبريشن. من 4 ل1 هنطرد حرارة عند ثبوت الحجم. خلي بالنا بقى، الثلاث اجراءات دول زي بالظبط اللي كان موجود في اوضته: ايزنتروبيك كومبريشن، ايزنتروبيك اكسبانشن، كونستانت فوليوم هيت ريجكشن. الاختلاف الوحيد هو الاجراء اللي بيحصل فيه اضافة حرارة. طيب نبص شوف الكلام ده على تي اس ديجرام. من 1 ل2 ده ايزنتروبيك كومبريشن، الانتروبي ثابته، مفيش اي لوسس خالص، مفيش اي فقد في الحراره، مفيش اي فريكشن. فمن 1 ل2 ده ايزنتروبيك كومبريشن، ضغطنا من 1 ل2 حصل فيه زياده في درجه الحراره. ومن 2 ل3 حصل فيه اضافه حراره والضغط ثابت، فده كيو ان ات كونستانت بريشر. ومن 3 ل4 ده تمدد، وطبعا انتروبي ثابته، ايزنتروبيك اكسبانشن. من 4 ل1 الحجم ثابت وفي كيو اوت، او من 4 ل1 كونستانت فوليوم هيت ريجكشن. تعال نشوف المعادلات اللي هتحكم، العلاقات اللي هتحكم الديزل سايكل. احنا ضفنا حراره، الحراره دي عملت حاجتين. الحرارة دي عملت شغل ال P2 من الفوليوم V3 ل V2، ففي عندنا شغل بذلناه، شغل اتبذل نتيجة
الحركة بتاعت من الفوليوم في 2 من الفوليوم في 2 لغاية في 3، ففي عندنا شغل البي 2 في البي 3 ناقص في 2، زائد كمان في زيادة في الطاقة الداخلية من يو 2 ليو 3. فده معناه ان الكيو ان بتساوي انثالبي لما نقول البي 2، هو البي 2 بيساوي 3، يعني بي 3 في 3 نجمعها يو 3 تدي الانثالبي اتش 3. لما نيجي نجمع بي 2 في 2 زائد زائد الانترنال انرجي يو 2 يدي انثالبي اتش 2، فالكيو ان هي عباره عن اتش 3 ناقص اتش 2. وعارفين انثالبي هي عباره عن سي بي في تي، فهي بتساوي سي بي 3 دي 3 ماينس تي 2. الكيو اوت عند كونستنت فوليوم هي اصبحت يو 1 ناقص يو 4، يبقى الكيو اوت بتساوي سي في تي 4 ناقص تي 1. كويس، الافشنتي بتاعت سايكل بتاعت الديزل سايكل هي عبارة عن الدبليو نت على الكيو ان. الدبليو نت هي اللي هي عبارة عن كيو ان ماينس كيو اوت على الكيو ان، تطلع بتساوي 1 ماينس كيو اوت على الكيو ان. هنا عوضنا عن الدبليو نت بتساوي الكيو ان ناقص الكيو اوت، ده بيساوي 1 ناقص، هنعوض بقى على الكيو اوت بالعلاقة بتاعتها والكيو ان بالعلاقة بتاعتها، يبقى ده بيساوي 1 ناقص تي 4 ناقص تي 1 مقسومة على الكي. وخلي بالنا كي هي عبارة عن سي بي على سي في، كان في عندنا سي في في المقام، سي بي في المقام، وسي في في البسط، اما قسمناهم على بعض ادوا كي في المقام تي 3 ناقص تي 2. هناخد التي 1 مشترك في البسط والتي 2 مشترك في المقام، ونطبق علاقات الاديباتيك بروسيس ونطبق علاقات الايزنتروبيك بروسيس. هنوصل لعلاقة الافشنسي بتاعت الديزل سايكل. الافشنسي بتاع الديزل سايكل هتساوي 1 ناقص 1 على ار اس كي ناقص 1. ايه هي كي؟ هي السي بي على السي في، ده مضروب في الار سي اس كي ناقص 1 على كي في الار سي ناقص 1. ايه هي الار سي؟ هي عبارة عن الما في 3 على الفي 2، الفوليوم في 3 بعد إضافة الحرارة على الفوليوم في 2 قبل إضافة الحرارة، الحجم قبل إضافة الحرارة مقسوم على الحجم بعد إضافة الحرارة اللي هي بنسميها الكات أوف ريشيو. دي بنسميها الكات أوف ريشيو. طيب العلاقة دي هتبين لنا إن الكفاءة بتاعت الاوتو اكبر من الكفاءة بتاع الديزل، بس خلينا شوية كده اهوت، مش عايزين نعمم دي ونقول ده باستمرار. العلاقة دي هنحاول نرسمها، العلاقة دي هنحاول نرسمها. العلاقة دي الافشنسي بتاعة الديزل سايكل تعتمد على ثلاث حاجات، تعتمد على الكي، والكي هي عبارة عن السي بي على السي في. لو انا بتكلم على الوركينج فلويد، انا بسحب هواء وبشتغل على الهواء، يبقى الكي بتساوي 1.4 من 10 فاقدر اثبتها. تعتمد كمان على الار سي، ايه هي الار سي؟ الكات اوف ريشيو. طيب تعتمد كمان على الار، الار اللي هي الكومبريشن ريشيو. يبقى انا عشان ارسم العلاقه ديت لازم اثبت واحد واغير الثاني. تعال نشوف كده، هنقدر نقول والله لو الار سي بتساوي 1، ناخد الاول الار سي دي بتساوي 1 يديها مرحلة، ونخلي بالنا لو الار سي بتساوي 1 معناها ايه؟ معناها الفي 3 بتساوي في 2. لو الار سي بتساوي 1 معناها في 3 بتساوي الفي 2، معناها نروح نوصل تاني للسايكل اللي هي اوتو سايكل. طيب لو استعملنا ار سي بتساوي 2 يطلع لنا المرحله اللي بعده، لو الار سي بتساوي 3 4 يطلع المرحله اللي بعديها. كويس، يعني اعلى منحنى خالص، اعلى منحنى خالص هيبقى المنحنى اللي خاص بالاوتو، ومن هنا بنقول الافشنسي بتاعت اوتو اكبر من الافشنسي بتاعت ديزل. بس خلي بالنا هي مش بالظبط كده، ليه؟ لان الاوبريتنج رينج بتاع اوتو سايكل مختلف عن الاوبريتنج رينج بتاع الديزل سايكل. الاوبريتنج رينج بتاع الديزل سايكل من 12 لغايه 24 في الرينج ده، typical compression ratio for diesel engine. نلاحظ هنا
ان الكمبريشن ريشيو هنا بتاع الديزل انجن اعلى من الكمبريشن ريشيو اللي كانت موجوده في الاوتو سايكل. وبالتالي ممكن الافشنسي بتاع الديزل تبقى كويسه اعلى، مش نتيجه ان الافشنسي بتاع الديزل اعلى، ولكن نتيجه ان انت اشتغلت على كومبريشن ريشيو اعلى من الكومبريشن ريشيو اللي ممكن تشتغل بيها على اوتو سايكل. طيب ليه الكلام ده بنقول بقى؟ بنقول ليه بنشتغل على كومبريشن ريشيو اعلى؟ ديزل انجنز operate at much higher compression ratio and thus are usually more efficient than spark ignition اللي هي الجازولين او البنزين انجنز. يبقى احنا على الديزل انجن هنشتغل على ماتش او هاير كومبريشن ريشيو. حد فاكر احنا كنا ليه ما كناش بنقدر نعلي الكومبريشن ريشيو بالنسبه للاوتو سايكل؟ لان الاوتو سايكل ده كنا بنسميه سبارك ايجنيشن، كان لازم يشتغل عن طريق السبارك الشراره. زياده الكومبريشن ريشيو كانت بترفع درجه الحراره وكانت ممكن تعمل معانا اوتو ايجنيشن اللي هو كان نسميه نوكينج. لا، هنا بقى دلوقتي احنا بنضغط هواء بس، فموضوع السيلف اجنيشن ده حاجه مرغوب فيها. فالسيلف اجنيشن بنرفع درجه الحراره، نستعمل كومبريشن ريشيو عاليه، يقوم درجه حراره الهواء ترتفع، يقوم لما نحقن فيه وقود يحصل فيه سيلف اجنيشن. The diesel engines also burn fuel more completely since they usually operate at higher revolutions there per minute and air fuel mass ratio is much higher than spark ignition engine. طيب احنا مش هنخش بقى في سرعه الدوران، بس كده باختصار شديد الديزل انجن اللي بيشتغل على سرعات اقل شويه، وبالتالي عنده الوقود عنده فرصه ان هو يتحرق اكتر من محركات السبارك ايجنيشن. طيب ايه احد الارقام اهي برضه ممكن ناخدها في الاعتبار؟ نقدر نقول ثيرمال افشنسيز اوف لارج ديزل انجنز رينج from about 35 to 40%. يعني الكفاءة تقريبا ايه من 35 ل 40%. طيب عندنا مثال هنا اهوت، بنقول an example of how large a diesel engine can be. يعني مثال اهوت ممكن الديزل انجن يوصل ل 12 سلندر، يستعمل فيه توليد الطاقة الباور جنريشن توليد الطاقه الكهربيه 12 سلندر، ويدي 18.8 ميجا وات لما يدور على 122 ار بي ام. هيبقى السلندر الدايمتر بتاعها 90 سنتي، وهيبقى الاستروك 91 سنتي. ده مثال عشان يعرفك قد ايه حجم الديزل انجن ممكن يكون قد ايه كبير. يعني ديزل انجن هو عباره عن 12 سلندر وبيدي 18 حوالي كده اهوت 19 ميجا وات او 20 ميجا وات لما يدور عند حوالي 120 ار بي ام. هيبقى السلندر الدايمتر بتاعه 90، وهيبقى مشواره برضه حوالي 90 او 91 سنتيمتر. الاكتوال اوتو سايكل انا هعديها مش هشرحها، يعني هسيبها بقى ان شاء الله تاخدوها يعني في كورس تاني في مقرر تاني عشان الوقت اللي متاح. طيب برضو الاكتوال ديزل انجن برضو انا مش هشرحها برضو، يعني خليها برضو ناخدها في محركات. انا بس عايز اروح لمقارنة بقى دلوقتي ما بين الاوتو سايكل. نرجع تاني الاوتو اللي هو مثال السايكل اللي هي خاصة بيه محركات الاشتعال بالشرارة محركات البنزين، والديزل سايكل اللي هي محركات الاشتعال بالضغط. طيب الفول هيبقى عامل ازاي؟ ده فولاتايل. محركات البنزين تحتاج وقود فولاتايل. فولاتايل يعني ايه؟ يعني قابل للتطاير. بنزين قابل للتطاير، يعني سيبت شويه بنزين في الهواء بعد شويه ما تلاقيهمش يطيروا. فالبنزين ده فولاتايل فول. الديزل هيبقى ليس فولاتايل. ليه؟ لان انت هتحقن الديزل جوه الهواء وهو سخن، فانت الحراره هي اللي هتبخره، انما البنزين بيتبخر عند درجه حراره الغرفه عند 25 30، انما هنا ما هتحقن الديزل هتحقنه جوه المحرك عند درجه حراره عاليه، فانت عايزه ليس فولاتايل.
طيب هنا عايزين الوقود اوتو اجنيشن ريزيست، مقاوم للاوتو اجنيشن، الاشتعال الذاتي. عايزين بالنسبه لمحرك البنزين عايزين اوتو اجنيشن ريزيست يقاوم الاشتعال الذاتي، ده اللي هو بنعبر عليه بهاي اوكتان نمبر، وناخد بقى التفاصيل دي ان شاء الله بعد كده في كورس تاني. هنا بالنسبه للديزل عايزين اوتو اجنيشن برو، عايزينه يشتعل على طول. فهنا الميزه هنا ان هو يشتعل اشتعال ذاتي، انما في الاوتو ده مش عايزينه يشتعل اشتعال ذاتي. طبعا لما هنحقن الفيول هنا هنحقنه عند لو بريشر، ده نتيجه ان احنا بنحقنه في الكاربريتور، نحقنه عند ضغط قليل، انما هنا محتاجين هاي بريشر علشان نحقنه، لان كل ما زودت الضغط بتاع الحقن في محركات الديزل كل ما هتاخد قطرات من الوقود صغيره تقدر تتبخر وتختلط كويس بالهواء. الاوتبوت باور ان هو بان احنا بنعمل ثروتلنج او بنخنق الهواء ونغير كميه الماس فلوريد بتاع الفيول. هنا بنعمل ريجيليشن للفول كوانتيتي بس، انما كميه الهواء ثابته. طيب الستيرلينج والاريكسون سايكلز، يعني انا عايز اعرف بس فيها بارامتر، وعايز اعرف فيها كونسبت هيفيدنا بعد كده. ايه هو الكونسبت ده؟ هو الكونسبت اللي بنسميه الريجنريشن. ايه هو الريجنريشن؟ يعني ايه استخدم ريجنريتور؟ الاريكسون والستيرلينج والاريكسون دول تو سايكلز بنستعمل فيهم ريجنريتور. يعني ايه ريجنريتور؟ يعني ايه؟ بص الدايره اللي احنا رسمينها دي السايكل اهي. ده طبعا سكيماتيك دياجرام، رسم تخطيطي كده اهوت، او رسم تمثيلي للسايكل. فدي السايكل. كويس. في نهايه السايكل بنقدر ناخد جزء من الانرجي اهو. انرجي دي كده اهو. ونستعمل فلويد ياخد الانرجي ديت يوديها لجزء تاني من السايكل. يبقى بياخد انرجي من نهايه السايكل يوديها في جزء من السايكل، بيعمل ايه؟ ريجنريتور او ريجنريشن. ريجنريشن معناها ايه؟ معناها استرجاع للطاقه. فالكونسيبت بتاع الريجنريشن ده محتاجينه بعد كده في السايكلز بعد كده. بنقول عليها ايه بقى؟ بنقول الريجنريتور از ديفايس. بيعمل ايه ديفايس ده؟ ذات بورز انرجي from the working fluid during one part of the cycle. يعني يستعير شوية طاقة من جزء من الدايرة and pays it back، بيدفعها بعد كده without interest. without interest يعني ايه؟ during another part of the cycle. ياخد جزء من الحرارة خلال السايكل وبعدين يرجع يحطها بيحطها في السايكل في مكان تاني بدون زياده، يعني الجزء اللي خده بيرجعه تاني، لا بيزوده ولا بينقصه. فده بنسميه ريجنريتور. طيب الستيرلينج والاريكسون سايكل ديفر فروم ذا كارنوت سايكل ان ذات ذا تو ايزوتروبيك بروسيس ار ريبليسد باي تو كونستانت فوليوم ريجنريشن بروسيس ان ستيرلينج سايكل اند تو كونستانت بريشر ريجنريشن بروسيس ان اريكسون سايكل. يعني نفس السايكل بالظبط بتاع الكارنوت، هي نفسها ستيرلينج واريكسون، بس اختلاف عن كارنوت ان احنا استبدلنا ب تو بروسيس في كارنوت، استبدلناهم بتو بروسيس تانيين في اريكسون، استبدلناهم بتو بروسيس تانيين في ستيرلينج. التو بروسيس اللي هو كانوا في كارنوت الايزنتروبيك بروسيس استبدلناها بكونستانت بريشر كونستانت فوليوم ريجنريشن في ستيرلينج، واستبدلناها بكونستانت بريشر ريجنريشن في اريكسون. ثلاثة سايكل هما موجودين، اللي موجودة على الشمال خالص ديت دي كارنوت، ودي ستيرلينج، ودي اريكسون. نلاحظ هنا بقى اهوت الاجراءين دول، الاجراء ده كان ايزنتروبيك وده كان ايزنتروبيك، ده هنا كونستانت فوليوم، ده كونستانت فوليوم، بس ادينا ده ايزنتروبيك، تو بروسيس دول ايزنتروبيك استبدلناهم بكونستانت فوليوم. طب وفي اريكسون استبدلناهم بكونستانت بريشر.
يبقى دول ايه الاختلاف. احنا بس بندي ايه التو سايكلز دول علشان نعرفك ان في حاجه اسمها ريجنريشن. التو سايكلز دول ياخد الحراره ديت اهي وينقلها ايه البروسيس تاني. يعني الحراره اللي خدناها من 2 ل 3 هنرجع ندفعها تاني من 4 ل 1. انا اسف، الحراره اللي خدناها من 4 ل 1 نرجع ندفعها تاني من 2 ل 3. هنا نفس الكلام، اللي خدناها من 4 ل 1 بس ات كونستنت بريشر رجعناها تاني من 2 ل 3. الهدف بس من التو سايكلز دول ان احنا نعرفك ان في حاجه اسمها ريجنريشن. ريجنريشن معناها استرجاع الطاقه، ناخد جزء من الطاقه من السايكل ونرجع ندفعه مره ثانيه في السايكل. اشكركم وارجو ان انتم تذاكروا المحاضره ديت، وبرضه احب اسمع تعليقاتكم على الجروب بتاع الواتس، اعرف فهمتوا المحاضره ما فهمتوهاش، لو في اي اسئله نقدر نتناقش فيها. وان شاء الله المره الجايه هناخد نوع ثاني من الدوائر برضه خاصه بتوليد الباور، وانا هحاول ان انا اسرع معاكم شويه في الكورس بحيث ان احنا نحاول ان شاء الله. بس انتوا يعني باستمرار ادوني الفيدباك، عاملين ايه في المحاضرات، فاهمين ولا مش فاهمين، اشرح بالراحه شويه. في حاجه ثانيه النهارده انا حاولت احط لكم على السلايدز هايلايتنج وحاولت استعمل ماركر، اعتقد او ارجو انها تساعدكم في فهم المحاضره. شكرا جزيلا، واشوفكم المره الجايه ان شاء الله، والتقي بكم المره الجايه ان شاء الله في المحاضره الجايه. السلام عليكم.